السلام عليكم، معكم طلال نقار، بتابع معكم بسلسلة النفروباثولوجي. حنتكلم اليوم عن البارا بروتينيميا مونوكلونال جام مبثي من وجهة نظر طبيب الكلية. شو ممكن يصير أمراض على مستوى الكلية لما بيكون في عندي فرط بإفراز الجاما جلوبولين، خاصة لما بيكون وحيد النسيلة. فهذه الإميونوجلوبولين عم تهاجم أحد الفيروسات، هي نحن عم نتكلم عنها. لما بيكون في فرط إفراز لأحد هذه الجاما جلوبولين من خلية وحيدة، من مصدر وحيد بنسميها مونوكلونال، من نسيلة وحيدة، ممكن هذا الشيء يعمل مشاكل كتير. نتذكر انه الاضداد بتصنعها الخلايا الليمفاويه البي سيل. الخلايا الليمفاويه بي هي نواه كبيره مع سيتوبلازما قليله. لما بدها تصدر هي لما بدها تنتج الاضداد بكميه كبيره لازم تتحول لخلايا بلازميه، هذه البلازما سيلز. لاحظوا ان نواتها تقريبا نفس حجم نواه الخلايا البلازميه، بس السيتوبلازما تبعها بيكون اوسع، فهذه كلها خلايا بلازميه. لاحظوا هاي الخلية البلازمية مقابل الخلية البي سيل الليمفاوية. فالخلايا البلازمية ممكن تنتج اضداد انتاكت ايمينوجلوبين كاملة، ممكن تنتج فري لايت تشين اللي هن الكابا او لامدا، ممكن وحدة منهم تكون تقدر الخلية تنتجها، وممكن احيانا تنتج كمان انتاكت مع فري لايت تشين سوا. فكل هالاوبشنز موجودة بالنسبة للبلازما سيل. نتذكر التعريفات الثلاثة، الـ MGUS اللي هو Monoclonal Gammopathy of Undetermined Significance، اعتلال جما وحيد النسيلة غير محدد الأهمية، هيك ما بعرف إذا هي ترجمة صحيحة، مقابل المولتيبل مايلوما، وبيناتهم بالنص smoldering multiple myeloma. هلا ال MGUS بيكون في عندي monoclonal parapropotein، في عندي فرط افراز للاميونوجلوبولين او للفري لايت تشين مثلا او غيرهم، بس ما بيكون في اذيه اعضاء انتهائيه، ما بيكون في عندي السبايك او شيء، تعداد التركيز اقل من 3، هذا التعريف الضبط. البلازما سيلز اقل من 10% بالبون مارو، وما في اعراض الكراب اللي هي اعراض نوعيه للمولتيبل ميلوما، حشوفها شو هي بالسلايد الثاني. المولتيبل ميلوما في له تعريف محدد، بده يكون في عندي مونوكلونال سبايك، بده يكون في بلازما سيل اكثر من 10%، او في عندي بلازما سيتوما، في اعراض الكراب، وفي بقيه المظاهر مثلا سيروم فري لايت تشين ريشيو اكثر من 100 او غيره. السمولدرينج هو بالمنتصف بيناتهم، ما بيكون في عندي كراب. البلازما سيل اكثر من 10%، او في عندي مونوكلونال سبايك اكثر من 3، فهذا بيقع بالنص بين المولتيبل ميلوما وبين الام جي يو اس. ليش عم نحكي هذا الكلام؟ لانه حاليا، هلا خليني امشي اول شيء بالكراب، خلينا نحكي بعدين بفصل. الكراب كريتيريا هي فرط كالسيوم، اذيه كليه، فقر دم مع الاذيات العظام على صوره الاشعه او الطبق المحوري. بذكركم بالإميونوجلوبولين هو من أربع سلاسل مكون، سلسلتين هيفي تشين بنسميهم سلاسل ثقيلة، والسلاسل الخفيفة هي اللايت تشين. فهذه السلاسل الثقيلة هيفي تشين وهذه اللايت تشين. تذكروا انه الاي جي جي والاي جي اي والاي جي دي بيكونوا مونومير، بيكون الانتي بادي بيكون لحاله، ما بيكون معه اخوه. بالاي جي اي عادة بيكونوا دايمرز، بيكون تو انتي بادي متجمعين مع بعض او متحدين مع بعض، بينما الاي جي ام هو بنتامير، يعني بيكون في خمس اضداد مجتمعين مع بعض، لذلك جزيئة الاي جي ام كبيرة نسبيا، وهذا السبب انه تحتبس. حكينا بمثلا بالسكليروتيك ليجنز، بالاف اس جي اس مثلا، ممكن تشوف اي جي ام ما هي سببها احتباس مناعي او ترسب مناعي، سببها هي احتباس جزيئي كبير فقط. فهذا هو الاميونوجلوبولين. مره ثانيه لاحظوا انه في عندي لايت تشين وفي عندي الهيفي تشين. اللايت تشين في لها جزئين، جزء كونستانت وجزء فاريبل، هو نفس الكلام، جزء ثابت وجزء متبدل بالنسبه للهيفي تشين. الجزء الفاريبل هو الجزء المتبدل، هو سبب التنوع اللي بنشوفه بالاميونوجلوبولين للفيروسات المختلفه وللاجسام الغريبه المختلفه. ذكروا انه السلاسل الثقيلة مثلا مرتبطة مع بعضها بالمنطقة هون بسموها الهنج ريجن، وهذه مهمة جدا، ممكن بالاي جي اي نفروباثي نشرحها لاحقا عن اهميتها.
مرة تانية هذا الإيمونوجلوبولين، هذه السلاسل الثقيلة، السلسلة الثقيلة وهذه السلسلة الخفيفة light chain، في عندها جزء variable في جزء constant. لما بتكون بتتشكل بتنفرز لحالها، معظم الأمراض المونوكلونال الجاموباثي هي حقيقة free light chain، معظم الأميلويد وغيره بيكون السبب هون الفري لايت تشين، ما بيكون الهيفي. فاللايت تشين إما كابا أو لامدا، ما في فرق بيناتهم، بس الخلية الوحدة ما بتنتج تنتين سوا، بتنتج كابا أو لامدا. لذلك لما بنلاقي الكابا عالية بالدم مقابل اللامدا فبنشك في إنه مونوكلونال ديزيز. لذلك الريشيو بيناتهم، النسبة بين الكابا واللامدا كتير مهمة بالبحث عن المونوكلونال جاموباثي. هذا الشكل اللي بيشرح لنا العلاقة بين الأمراض المختلفة، خليني أبسط لكم إياه. الدائرة الخضراء الكبيرة هي المونوكلونال جاموباثي MGUS، يعني في عندي زيادة. قبل ما أقول MGUS، هي مش MGUS، هي كل المونوكلونال ديزيز، أي زيادة بين أي إفراز مفرط للإيمونوجلوبولين يقع بهي الدائرة الخضراء. الدائرة الزرقاء هي كل أمراض الأميلويدوسس، كل أمراض اللي بيصير فيها توضع للفايبريل تبع الأميلويد بتكون ضمن الدائرة الزرقاء. الفايبريل تبع الأميلويد هي عبارة عن سوء فولدينج، مس فولدينج للبروتين. البروتين الطبيعي اللي هو مثلا اللايت تشين هون بيكون فولدد بشكل معين، فولدد بشكل اسطواني، بسموها الالفا هايليكس، وهذا له دور بوظيفته. اذا ما كان بالالفا هايليكس، ما كان بالشكل الاسطواني او الحلزوني، هذا بيكون ما بيقدر يقوم هذا البروتين بوظيفته. فلما بيصير في مس فولدنج لهذا البروتين بيتحول لنموذج ثاني بسموه البيتا بليتد شيت، اللي هو انه الشكل المسطح او الصفائحي. هذا البروتين بيصير misfolded وبيتحول ل بيساوي نواة ليشكل الأميلويد فايبر. الأميلويد فايبريل هو هذا البروتين، وبينضاف له شغلات تانية بتحوله لجزء لشكل الفايبريل لوييف، بيترسب بالأنسجة المختلفة وبيعمل سوء، بيعمل هاي الأعضاء المختلفة. فهي كلها الأميلويد، وهذه كلها فرط الجاما جلوبولين. الأميلويد ممكن يكون سببه نون اي جي جي، يعني سبب مثلا التهابي أو وراثي، وهي النسبة الأقل حقيقة، أو ممكن يكون سببه هو إيمونوجلوبولين، وهذا هو الجزء اللي بيكون من فرط الجاما جلوبولين. ففي جزء من الجاما جلوبولين سببه بيكون أميلويد، وسببه فرط الجاما جلوبولين. هلا مو كل ما صار فرط جاما جلوبولين رح يصير في عندي أميلويد، في جزء تاني ما بيصير فيهن أميلويد. فلو كان الفرط الجاما جلوبولين بدون اي مشاكل، بدون ما يتوضع بالاعضاء، بدون ما يعمل اي مشاكل تانية، فبيسموه MGUS اللي هو المونوكلونال جاموباثي with undetermined significance. هلا ممكن لما بيصير في اذيه اعضاء انتهائيه بدون ما يكون في اميلويد، ممكن يساوينا المولتيبل مايلوما. المولتيبل مايلوما في إلها تعريفة اللي حكيناها بالسلايدات السابقة. ففي جزء من الفرط الجاما جلوبين هو المولتيبل مايلوما. هدول المولتيبل مايلوما ممكن يكون فقط المولتيبل مايلوما ديزيز بدون ما يكون في أميلويد معه، أو ممكن يكون معها أميلويد. لاحظوا أنه المولتيبل مايلوما أخذ كل هالجزء. هلأ في المرض اللي هو المونوكلونال إيمونوجلوبين ديبوزيشن ديزيز، هو التأثر المعقدات المناعية وحيدة النسيلة. هذا جزء من فرط الإيمونوجلوبولين، ممكن يتواجد بدون ما يكون في عندي أميلويد، لأنه ممكن فقط بتترسب المعقدات، بتترسب الفري لايت تشين بالأنسجة، منها مثلا الكلية اللي حنحكي عنها، وبدون ما يكون في مولتيبل مايلوما، أو مع وجود مولتيبل مايلوما اللي بينطبق التعريف. ما بعرف إذا لازم ترجعوا تتأملوا بالكلام اللي حكيته. سلايد حلو صراحة لحتى يشرح العلاقة بين كل هالأمراض. ممكن تثبتوا وترجعوا تسمعوا كلامي مرة تانية. بالنسبة للفري لايت تشين، هي السلاسل الخفيفة، لأن مثل ما قلنا معظم الأمراض تنتج عن الفري لايت تشين. وين ما بتتوضع بالكلية بتعمل أذية، طبعا مو دائما بتكون بتتوضع بمكان واحد. فلما بتكون هذه الفري لايت تشين تمرق من الغشاء القاعدي وبتمرق بالأنابيب بدون ما تعمل أي مشكلة بكل الأنابيب بالبروكسيمال تيوب أو هينلي، وبتوصل للديستال تيوب، بتتحد مع اليورو موديولين اللي هو التام هورس بروتين اللي هو تبع الأسطوانات، بتشكل أسطوانات، بتسد اللمعة هون وبتساوي انفلاميشن وفايبروسيس بهي المنطقة، وبتعمل أذية كلية،
وبنسمي هذا المرض هو الكاست نيفروباثي، وهذا بوجوده اذا شخصته فهذا بشخص وجود الميلوما، يعني هذا بسموه ميلوما ديفايننج ايفنت، وجود الكاست نيفروباثي. بقيه الامراض ممكن يكون ميلوما ممكن ما يكون ميلوما، لازم نرجع نبحث بالدم اذا كان في بتحقق المعايير او لا. فلما لما الايمينوغلوبولين بتتحول لفايبريلز تبع الاميلويد وبتترسب بالكليه، فبيصير معنا الاميلويدوسيس اللي هو الاي ال اميلويدوسيس، مثل ما قلنا في اي اتش مثلا هو هذا الاميلويد ال لايت تشين، في الاي اتش هو الاميلويد هيفي تشين، بس هون الاشياء هو اللايت تشين. لو انه هذه الايمينوغلوبولين اللي هي فري لايت تشين توضعت او ترسبت بالكبه الكلويه بالميزانجوم بدون ما تعمل فايبريل، فبتساوي لي مرض اللايت تشين ديبوزيشن ديزيز. لو انه الفري لايت تشين اجت لعند البروكسيمال تيوب وترسبت ضمن خلايا البروكسيمال تيوب على شكل كريستالات، عملت كريستالات، فبتعمل أذية بالبروكسيمال تيوب، بتعمل فانكوني، فبنسميه فانكوني سيندروم. فهي صار 4 أو 5 أمراض ممكن تنتج عن الفري لايت تشين. ممكن أيضا الفري لايت تشين هذه تعمل معقدات مناعية مثل ما حكينا بأحد الحالات وتترسب على الغشاء القاعدي هون، وبتعمل البروليفراتيف جلوميرولونيفرايتس with monoclonal immunoglobulin deposits. فهذا السلايد بيلخص كل المحاضرة. هلا ليش عم يصير هذا الكلام؟ في له تفصيل حقيقه. فهلا حكينا الام جي يو اس وحكينا المولتيبل ميلوما، صار في تشخيص جديد اضافوه جماعه الكليه بسموه الام جي ار اس مونوكلونال جاموباثي وذ رينال سيجنيفيكانس. باختصار هو عباره عن فرط، في عندي مونوكلوناتي مونوكلونال جاموباثي بس في اذيه للكليه ما بتحقق معايير المولتيبل ميلوما او سمولدرينج مولتيبل ميلوما. هذا هو باختصار الام جي ار اس، يعني في عندي اذيه للكليه وبالتالي صعب نقول عنه ام جي يو اس، بس ما بيحقق معايير المولتيبل ميلوما، فصار هذا التشخيص اللي ينحط بهالحاله. لما بشوف انا في عندي ام جي ار اس انا لازم ابحث عن المونوكلونال ديزيز، واحد من هذول الامراض لازم ابحث عن المونوكلونال ديزيز او اشوف اذا بتحقق معايير الميلوما او لا. فلما بيكون في عندي لايت تشين كاست نيفروباثي، اعتلال الكليه بالاسطوانات بالسلاسل الوحيده السلاسل الخفيفه، 100% حنلاقي كلون بالدم، و100% حنلاقي بارابروتين، يعني بارابروتينيميا حنلاقيها بالدم 100%، ولو عملنا البون مارو حنلاقي الكلون 100% اكيد. هلا بالنسبه للمونوكلونال الاي ال اميلويدوسيس كمان حتكون 100% الكلون حنكشفها، و100% حنكشف البارابروتين. لما بنحكي عن اللايت تشين ديبوزيشن ديزيز هي النسبه بتقل شوي، ممكن في بعض الحالات حوالي 10% او 20% تقريبا ما نكشف المونوكلوناليتي، فبتعمل الاسباب واليوبيب ما بيكون في عندك سبايكس، ومع ذلك الكليه مصابه بالال سي دي دي. لو تكلمنا عن الاميونوتاكتويد حكينا عنه بمحاضره الفبريلاري، لاحظوا الاميونوتاكتويد ممكن نكشف وجود المونوكلونال ديزيز بحوالي 67% او ثلثين الحالات فقط، بينما لو حكينا عن المونوكلونال فايبريلاري جلوميرولونيفرايتس هذا النمط الثاني من الاصابات اللي بنذكر مع البارابروتينيميا، نادر جدا نلاقي مونوكلونال ديزيز، حوالي 5% 10% بالحالات مو اكثر. فهذا للمقارنة. مثلا البروليفراتيف جلوميرولونيفرايتس مع مونوكلونال ايمونوجلوبين ديبوزيشن 30 تقريبا ثلث الحالات تقريبا ممكن نلاقي في كلون وممكن نكشف البارابروتينيميا. فهذا سلايد مهم عشان نتذكر انه وجود المرض بالكليه لا يعني انه نحن شخصنا ملتبل ميلوما او شخصنا وجود، يعني لانه مهم جدا هذا الكلام. لما بتشخص البارابروتينيميا والكلون بتكشفها، العلاج بيتوجه لها، لانه اذا عالجناها ممكن نحسن انذار الكليه، اما اذا ما لقينا كلون صعب تعالج بشكل عشوائي، خاصة انه طبيب اللي بيعالج هالحالات هو طبيب الدم مش طبيب الكلية. فاذا ما في كلون صعب، طب مين حيوصف العلاج الكيماوي كيموثيرابي؟ هون الديلايما بالحقيقة. فبرجع بعيد الحكي بشكل ربما يعني بعيده مرة تانية، هذه الايمونوجلوبولين تحولت لفايبريل فعملت لي اميلويدوسيس، اترسبت بشكل فري لايت تشين فعملت لي الام اي دي دي او اللايت تشين ديبوزيشن ديزيز،
اترسبت بشكل معقدات مناعية فعملت الـ proliferative glomerulonephritis. وممكن لو انه مثلا البارابروتين اثرت على الـ على الـ على التفعيل المتممه على الالترناتيف باث واي، ثبطت الفاكتور اتش او غيره، فممكن تعمل لي سي 3 جلوميرولونفرايتس. وهنحكي هذا لما بنشرح السي 3 جلوميرولونفرايتس بالمحاضرات القادمه. ممكن مثل ما قلنا الاميوتاكتويد، ممكن بعض حالاتها ممكن تترافق مع مونوكلونال جاموباثي. مرة تانية المونوكلونال جاموباثي ممكن يعمل كاست نيفروباثي، ممكن يترسب بالانابيب، ممكن يؤذي الخلايا البروكسيمال تيوب، بيعمل تيوبل، بيعمل فانكوني، ممكن يترسب بشكل فايبريل بالكبة الكلوية يعمل أميلويدوسيس، ممكن يترسب مباشرة بدون ما يكون فايبريل وبيساوي المونوكلونال إيمينوغلوبولين ديبوزيشن ديزيز. الأميلويدوسيس بيكون باللامدا أكتر، الفانكوني بيكون بالكابا أكتر، اللايت شين ديبوزيشن ديزيز بيكون بالكابا أكتر. الكرايو خلينا نأجل الحديث عنه شوي لما نوصل للكرايوجلوبينيميا، ممكن نشرحه بالتفصيل ونرجع شوي لنربطه مع الجاموباثي مونوكلون الجاموباثي. أظن نفس الكلام تصنيف الـ MGRS Associated Renal Disease، إذا كان في عندي Organized Deposits على شكل فايبريل فهي إما Amyloidosis أو Slash Fibrillary، رغم أنه هذه ما أنا جزء من المونوكلونال جاموباثي anyway، بس بيحطوه مشان تسهيل التصنيف. إذا كانت على شكل Microtubules ممكن تكون Immunotactoid أو كرايو، وكمان نسول شوي الكرايو. إذا كانت على شكل كريستالز ممكن تساوي لايشن دي بروكسيمال تيوبولوباثي اللي هي الفانكوني، لما بصير في عندي ترسب الكريستالات بخلايا الأنبوب القريب. نون أورجانيزد ديبوزيتس هي مونوكلونال إيمونوجلوبولين ديبوزيشن ديزيز، لايشن ديبوزيشن ديزيز، أو البروليفراتيف لما يكون على شكل معقدات مناعية، او بتكون سي 3 جلوميرولوباثي لما بيكون في عندي مثل ما حكينا في تاثير على العوامل المثبطه للالترناتيف باث واي للمتممه. طيب سؤال، ليش انا في عندي عده امراض ممكن تحدث عن المونوكلونال جاموباثي؟ في عندي اضداد، في عندي فري لايت تشين موجوده بالدم بنسبه برقم كبير، بس مو كلها بتساوي نفس المرض. حقيقه هذه ورقه كتير حلوه، ربما انصحكم ترجعوا تقراوها. الباحثين اللي بركز عليهم فيهم واحد منهم باتومان، حقيقه واحد من اساتذتي، وساندرز هو واحد من افضل من كتب بالبارابروتينيميا، هو من اظنه بالاباما، التقيت معه باحد المؤتمرات، فالتشابتر اللي بيكتبه او الارتكلز اللي بيكتبها فعلا من افضل الارتكلز بهذا الموضوع بالبارابروتينيميا، فالاسمين ذكروهم منيح. الفكره وين؟ انه لما انه اللايت الفري لايت تشين فيها الفاريبل ريجن، شفيتكم اياها، فيها الجزء المتغير اللي هو بيسمح بالتنوع بالاضداد. هذه الفري لايت تشين فيها هي عباره عن تسلسل حموض امينيه، هي بالنهايه بيبتايد. تسلسل الحموض الامينيه لاحظوا انه في تسلسلات معينه للحموض الامينيه هي اللي بتسوي التاثير المطلوب، هي بتخلي هذا الكلون، هذه الفري لايت تشين، هذه السلاسل الخفيفه تعمل هذا المرض اللي هو الاميلويد، او تعمل مثلا الكاس نيفروباثي، او تعمل غيره. الفري لايت تشين بالمناسبه هي مركبه، هي بروتينات اكتيف، بيولوجيكالي اكتيف، لما بيترسبوا بمكان بيعملوا انفلاميشن وفايبروسيس، وبالتالي هن ما هن مركبات صامته، هي بروتينات صامته. فهذا اميونوجلوبولين، هذه السلسله الهيفي تشين شايفينها بالتنتين، وهذه اللايت تشين. اللايت تشين فيها كونستانت لايت تشين وفي فاريبل لايت تشين. الفاريبل لايت تشين فيها ثلاث اماكن بسموهم سي دي ار. سي دي ار هي كومبلمنتاريتي ديترمايننج ريجن، في سي دي ار 1 وسي دي ار 2 وسي دي ار 3، هي عباره عن تسلسل حموض امينيه باختصار. ما من وراها التبدل او هالتنوع هذا، ما في لايت تشين ممكن يكون تنتين مثل بعضهم او ايدنتيكال متطابقتين، من قصدي من خليتين مختلفتين انه تنتج نفس اللايت تشين، بس مع ذلك
في تشابهات كثيره بالكلونز بالنسبه لللاي تشين اللي عم تنتجها الكلونز، وبالتالي قدرنا نحدد من خلال التشابهات بهي السيكونسز اربع عوائل من الكابا وعشر عوائل من اللامدا سب جروب، بسموهن كابا 1 كابا 2 كابا 3 كابا 4، واللامدا من 1 ل 10 سب جروبس. حقيقه شو معنات انه الكابا 1؟ انه هذول عبارة عن مجموعة خلايا كلونز بتنتج الكابا اللي هي السلسلة خفيفة كابا، بس بتتشابه كتير مع بعض السيكونس تبعها، ما هي متطابقة بس بتتشابه كتير مع بعضها. مرة ثانية هذه الامينوغلوبولين، هذه السي دي ارز، هذه حابب ركز عليها سي دي ار 1 اند 2 اند 3. هلا بفانكوني سيندروم قدروا يحددوا تسلسل حموض امينية معين بالسي دي ار 1، هذا التسلسل بيخلي بالكابا 1، طبعا السب فاميلي هي الكابا 1، العائلة او السب فاميلي هي كابا 1، وفي السي دي ار 1 على هي المنطقة الكابا 1، هذا التسلسل بيسمح او بيخلي في تأهب اكتر لهذه السلاسل الخفيفة انه تعمل كريستاليزيشن، تتحول لكريستالز وتترسب بالخلايا البروكسيمال تيوب. لذلك لما بيكون هذا التسلسل موجود بيحدث هذا المرض اللي هو فانكوني سيندروم، هو احد اشكال الاصابة بالجاما المونوكلونال جاموباثي. مثلا بالمينيمال او عفوا بالمونوكلونال لايت تشين ديبوزيشن ديزيز، السب فاميلي هي الكابا 4، في المنطقة اللي المتهمة هي بالسي دي ار 1 في عندها تسلسل حموض امينية معينة، لما هي اللايت تشين بتروح بتاكلها الخلايا الميزانجيمية ميزانجل سيل بتتحول لمايوفايبروبلاستس، تتحول لخلايا ارومات ليفية، ولكم ان تتخيلوا شو رح يصير لما الميزانجيا سيل تحولت لارومات ليفية، رح تنتج ترانسفورم جروث فاكتور بيتا، وهذا حيحرض انتاج مادة الماتريكس، وبالتالي حيحولنا حيظهر لنا حيتشكل النوجولار جلوميروسكليروسيس اللي هو شبيه او نظير الداء السكري حقيقة. فهي آلية الحدوث بهذا المرض اللي هو اللايت تشين ديبوزيشن ديزيز. بالنسبة للأميلويد السب فاميلي المتهمة هي اللامدا 6، فيها سيكونس معين بالحموض الأمينية بيخلي عندها أهبة أكثر لأنها تتبلمر وتتحول لأميلويد. فهذه اللايت تشين بتاخذها الميزانجيال سيل بتهضمها جزئيا، فبتتحول الميزانجيال سيل بتتحول ل مايكروفاج حقيقه، فبتاكل هدول الخلايا بتعمله اندوسيتوسيس، بتاخذ الفايبريل، هذه اللايت تشين اللي هي بارشلي دايجستد مهضومه جزئيا بتتحول لفايبريلز وبتتعمق بعد ما يصير فيها ميس فولدنج. فهذا اللي بيصير باختصار، انا عندي فري لايت تشين فيها سيكونس معين على اللامدا 6 بتاخذها الخلايا الميزانجيمية بتتحول لماكروفاج لبالعات كبيرة بتعمل لها اندوسيتوسيس بتهضمها جزئيا، الالياف المهضومة او السلاسل المهضومة جزئيا بتتحول لفايبريل لما بيصير فيها ميس فولدنج لما بتنطوى بشكل سيء، بعدين هي بتنفرز خارج الخلايا وبتساوي الاميلويد فايبريل لانه بينضاف لها الابوليبوبروتين وبينضاف لها السيروم اميلويد بروتين اللي بيحميها من التفكك مره ثانيه. ففكره يعني شوي ادفانس هالكلام حقيقه، بس له تطبيقات مستقبليه مش حاليه، انه ممكن نحن نمنع الاميلويد لما بنمنع ارتباط السيروم اميلويد بروتين بهي المركبات، او نحن نمنع الاميلويد لما بيكون عندنا هذا السيكونس مثلا بنقدر نوصل ل ما بعرف الهندسه الجينيه، نوصل لادويه ممكن ترتبط فيه مباشره تمنعه انه يدخل على الماكرو على الميزانجل سيل. هي كلها افاق علاجيه مستقبليه حقيقه. نفس الكلام بالنسبة للكاس نيفروباثي، بالنسبة للكاس نيفروباثي على CD3 في تسلسل حموض أمينية معينة بيخلي هاي الفري لايت تشين عندها أفينيتي عالية أو ألفة عالية لترتبط باليورو موديولين اللي هو التام هورس فول بروتين،
وبالتالي بتساوينا الاسطوانات اللي بتترسب بدي سيل تيوب بتعمل الانفلاميشن وبتعمل البلوكيج والتليف. فلو قدرنا نحن نعمل شيء يمنع هذا الاتحاد بين هدول المركبين بين هي الفري لايت تشين وبين التام هورس فول بروتين، ممكن نحمي الكليه من الاذيه بحاله وجود مونوكلونال جاموباثي او مولتيبل مايلوما. هذا الكلام في عليه ابحاث قائمه وتم تجريب ادويه حقيقه، بس للاسف ما قدرنا نحقق نتائج علاجيه حقيقيه، ربما هي لساتها بالمرحله التجريبيه مش على البشر على الحيوانات، بس هي كلها افاق علاجيه مستقبليه. تذكروا انه الاميونوجلوبولين ما هي الفري لايت تشين، ما هي بروتينات ساكته او صامته بتعمل انفلاميشن بكل هالاليات اللي شايفينها، وبالنهايه بتنتهي بالفايبروسيس والقصور الكلوي النهائي لو تراكمت لما بتسد الانابيب او لما بتتراكم بالميزانجوم. ذكركم بشويه صور من الباثولوجي، لانه نحن عم نحكي اصلا باثولوجي بالكونغوريد، في المنظر بسموه سالمون اورنج ستينينج، التلون بلون الاورنجي او البرتقالي اللي بيشبه السالمون، لون السمك السالمون، هذا مميز بالاميلويد. اكيد شفتوا متذكرين هذا الابل جرين تحت البولارايزد مايكروسكوب، كمان هذا مميز للاميلويد، وهذا على حقيقة وجود مجرد وجوده راح تتجه لتشخيص الاميلويد مباشرة. بتذكر وقت حكينا عن الملون اللي هو السيلفرستين، حكينا مرة عن سبايكس لما حكينا بالممبرينس. حقيقة الاميلويد فايبريل ممكن ترتشح بالجي بي ام وتعطي مش منظر شبيه بالسبايكس، بس بيسموه سبيكولار بروجيكشنز. هي بتشبه سبايكس بس هي ما هي سبايكس، ما هي نفس اللي بنشوفها بالممبرينس، فهي بسموها سبيكولرز بروجكشن او سبيكلز، بتتواجد او بتشخص ربما للاميلويد. الاميلويد ممكن يرتشح بجدران الشرايين، وطبعا يعني شيء سيء جدا هذا اللي لو صار. بتمنى انه تكون مراجعة لطيفة لموضوع البارابروتينيميا، اتمنى اني اغنيتكم بافكار جديدة، لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب، وان شاء الله بنلتقي بموضوع تاني مجددا.